مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من رمضانيات. اليوم نتكلم عن حلوى مشهوره في كل الوطن العربي بشكل عام ومشهوره في خارج الوطن العربي، حنحكي عنها، اللي هي بعض الناس سموها لقمه القاضي، ناس بسموها العوامه، ناس بسموها القيمات اهل الخليج. وطبعا هذا الفرق، لقمه القاضي يمكن تسمى اكثر شيء في مصر، في بلاد الشام برضو بسموها لقمه القاضي، لكن معظمهم بسموها العوامه. ليش السبب وشو التسمية؟ خلينا نحكي شوية عنها. طبعا الجيمات بسموها لأنه هي لقمة لقمة، يعني تؤكل حبة حبة، فهي من هون إجا الاسم لقيمات لأنها صغيرة الحجم. العوامة لأنه لما بطبقوها بتعوم فوق الزيت، هي تقلب الزيت. ولقمة القاضي يقال أنها أول ما صنعت لقاضي كان في مصر، هنحكي عن هذا الموضوع، في القرن سوري في بغداد عفوا، وكثر هناك القضاء في هذاك الوقت في القرن 13 ميلادي، وبدأت التسمية من ذلك الوقت، ثم انتقلت إلى الأتراك واليونانيين. طبعا في قصة تانية هحكي لكم عنها، لكن لقمة القاضي أو الجيمات أو العوامة زي ما بتحبوا نسميها هي من أشهر الأكلات ويمكن أسهل الحلويات التي يمكن عملها في أي يوم، ولكن في رمضان إلها رونق خاص، خاصة بعد الفطور، بعد وليمة زاكية. حلويات هاي بسيطة سهلة، الآن حنحكي عن شوية هاي لأنها سهلة التحضير ومعظم المكونات موجودة في أي منزل عربي. زي ما حكينا أصلها بيختلف من دولة لدولة، معظم دول شرق البحر المتوسط بتشترك فيها وتتشابه في تصنيعها. زي ما حكينا لقمة القاضي اجت من كلمة من بغداد وانشهرت في وانتقلت الى ايران وبعدين تركيا، ويقال ان هذه الاكلة اصلها يوناني لانه اسمها لوكاميدس، هذه من اللغة اليونانية، وانتشرت في قبرص بهذا الاسم لوكاميدس، وانتقلت بعدها إلى مصر لأنه في كتير خاصة في الإسكندرية كان في أتراك وشو اسمه يونان وقبارصة عاشوا في وجابوها لوكوميدس، ومنها إجت لوكوميدس من الاسم هذا اليوناني. ما بنعرف شو الأصل الصحيح، هذه طبعا القصص. في سائل تشرب فيه، هذا السائل اللي هو القطر، عندنا في أهل الشام مثلا يسمى بالقطر، الشربات بسمى في أهل مصر، وبأهل بلاد السعودية بسمى الشيرة اللي هو العسل، هذا السكر المصنع، وهذا هو يعني أكثر شيء في كالوريز. فعشان هيك أنا بدي أركز عليه دائما أنه ممكن يصنع من بدائل السكر مش السكر نفسه، زي ستيفيا مثلا، وبالتالي بتقلل من نسبة الكالوريز اللي موجودة فيه وما بترفع الأنسولين اللي موجود في الجسم، فبالتالي الجسم بكون شوي مرتاح. فانتبهوا على موضوع السكر هذا. الآن هذه الجيمات أو العوامة تصنع في بلادنا بس بالهاي، في مثلا اليونان أنا أكلتها بحشوها بكريمة من جوا وبتطلع طعم لذيذ. في بعض الناس بخلطوها بمكونات أخرى، مثلا بخلطوها بالكاكاو فبتطلع طعمها كاكاو، وهي مشهورة في كندا ترى في تيم هورتون بسموها تيمز، كل اللي عايشين في كندا بيعرفوها تيمز، وهي تقريبا نفس الشيء بس مش مشربة بالسكر. ممكن تسووها بنكهات فانيلا، ممكن تسووها بنكهات القرفة، ممكن تسووها بنكهات الفراولة، طعم الفراولة ممكن تجيبوا الأسانس تبع الفراولة الطعم، ممكن تسووها بطعم مختلف. فإحنا طبعا عادة بنسويها البلين هاي اللي هي الطعم الطبيعي، ولكن أنا يعني بدي أطلب من سيدات المنزل يحاولوا يسووها، واللي بتسويها في أوتوا تبعث لي شوية بركي أكلت منها. موضوع الجيمات سهل تحضيرها، النكهة اللي بتحبوها ممكن تحطوها، عادة تحلى في بلادنا، أنا بفضلها غير محلاة زي بالتمز، بخفف ما في عليها الشيرة هاي أو القطر أو الشربات حسب ما يسمى في هذه الدول، ولكن هذا طبعا راجع لأهل المنزل ولأصحاب. سعرات كل 120 جرام فيها أكثر من 450 سعر،
كل 120 جرام يعني حوالي 4 حبات يا جماعة. فالموضوع شوية، فانتبهوا من موضوع السكر، وإن شاء الله رب العالمين نراكم في حلقات قادمة. يا صبايا اللي بيعمل الجيمات أو لقمة القاضي أو عوامة ما ينسانا، كل عام وانتم بخير.